اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا بقى نتكلم على اللقاء اللي هيكون معانا بعد قليل. موعدنا على اللقاء يكون الساعه 7 بين زد اف سي والبنك الاهلي على استاد القاهره الدولي. قبل ما نتكلم بقى كده عن بعض الامور فيما تخص الفنيات، خلونا نتكلم عن مراكز الفريق. لو استعرضنا كده مع بعض بقى، عندك زد اف سي في الموسم الحالي طبعا في دوري نايل في المركز السادس، بيمتلك 41 نقطه من 26 لقاء، فاز في 10، تعادل في 11، وهزيمة في 5 لقاءات، أهداف سجلها 36 هدف، أهداف استقبلها 24 هدف. لو رحنا للبنك الأهلي في الموسم الحالي في المركز الـ14، لعب 28 لقاء، فاز في 8، تعادل في 6، خسارة في 14 لقاء. واتكلمنا على النقطة دي اللي هو ثالث أكتر فريق خسر في دوري نايل. سجل 44 هدف لأهداف كتير، ولكنه استقبل أهداف كتير، استقبل 42 هدف، فيمتلك من النقاط 30 نقطة. لو اتكلمنا ورحنا لزد اف سي واللي هو بيسعى بقى وبيفكر بشكل كبير يكون موجود في المربع الذهبي، وده هدف قوي جدا لفريق سنة أولى دوري ممتاز عايز يخطف 3 نقاط من أجل الدخول في المربع الذهبي. فوز زد على البنك الأهلي سيدفعه للنقطة 44، محتل المركز الرابع مؤقتا. ليه بقول مؤقتا؟ إن لسه في لقاءات وفي ماتشات ممكن يحصل فيها أهداف وحد يقدر يسجل ويوصل أكتر في الأهداف، زي ما احنا بنتابع مع بعض كده بعض أهداف بكل تأكيد زد، وبنشوف الاجتهاد، وبنشوف كمان أهداف البنك الأهلي. يمكن هدف كان أول جون، ولكن كان لقاءات الفرقتين بتكون قوية. لو رحنا اتكلمنا عن القوة الهجومية بقى لزد، عندنا كده كل هجومية، آسف، للبنك الأهلي الأول في الموسم الحالي. عندنا البنك الأهلي من أقوى الفرق اللي سجلت أهداف، ولكن خليني أتكلم معاكم على زد، إن أنا استعرض معاكم أهداف زد. زيكو من أكتر اللعيبة اللي سجلت مع زد في الدوري في الموسم الحالي، هو القوى الهجومية اللي موجودين بيعتمدوا عليه في أكتر من كورة، هو لعيب من اللعيبة اللي بيقدر يوصل ويسجل وبيقدر يضغط زي ما احنا شايفين، وبيسجل أهداف كثيرة في الموسم الحالي. هو لعيب عنده قدرات عالية جدا، مش بس زيكو، كمان عندك عبد الرحمن البنوبي من اللعيبة اللي بتقدر تصنع كرات كتير. يعني هو زيكو بيتصدر قائمة الهدافين بتسع أهداف خلال كل لقاءاته اللي شارك فيها، أهداف مؤثرة بأكتر من لقاء، زي ما تابعنا كان في هدف مهم سجله مع نادي الزمالك، بيسجل ركلات الجزاء بشكل جيد جدا. هو من اللعيبة اللي بيقدر يصنع وبيقدر كمان يسجل، وبيظهر في مساحات جيدة جدا خلال اللقاء، وقت ما بيشارك بيكون موجود. لو رحنا للسلاح الثاني اللي بيكون موجود مع زيد، وهو عبد الرحمن البنوبي اللي بيكون موجود في المركز الثاني في قائمة الهدافين بفريق زيد ب7 أهداف. ظهر يمكن عبد الرحمن في أكتر من موقف، في أكتر من كورة، بيسجل أهداف مؤثرة وأهداف قوية، بيعتمد على التسديدات زي ما احنا شايفين، ده كان في لقاء سيراميكا، بيعتمد على المراوغات في بعض الأمور مثل جون في ماتش الإسماعيلي زي ما احنا شايفين. أهدافه كلها ليها شكل، ليها معنى كويس جدا. أنا بكون سعيد لما أجي أتكلم على فريق لسه صاعد جديد وقدر يستغل لعبته بالشكل الحالي وإحنا بنتكلم. طب لو رحنا للبنك الأهلي، ساهم متى مجاسة لاعب فريق بقى زد في آسف اللي كملنا مع زد، متى مجاسة سجل أو صنع بقى 4 أهداف ومن أكتر اللعيبة اللي صنعت. متى مجاسة يظهر في مواقف عديدة، هو يمكن لو اتكلمنا على اللعيبة اللي بتسجل فأكيد في اللعيبة اللي بيعمل لهم الصناعة. يعني عندك متى مجاسة بيصنع بشكل كبير، بيصنع لشادي، بيصنع لزيكو، بيصنع لعبد الرحمن البنوبي، ماشي بشكل قوي جدا مع الفريق في الموسم الحالي. علي لطفي في حراسة المرمى، علي لطفي مع زد يعني منع 51 فرصة في 22 مباراة، ده رقم جيد. علي لطفي من الحراس اللي بدأ الموسم الحالي وتصدى في أكتر من ركلة جزاء، وكان مشهور في بداية الموسم بتصديه لركلات الجزاء، وركلات جزاء كانت مؤثرة جدا جدا في اللقاءات، وقدر يمنع أكتر من هدف، ودي كانت حاجة جيدة جدا لفريق زيد إن هو بيعتمد إن معاه حارس مرمى مش بس في اللقاءات. لو رحنا بقى لأحمد صبحي عفيفي حارس مرمى اللي لعب لقاءات قليلة، فهو تصدى ل3 فرص في 3 مباريات، وده برضو يعني رقم جيد. اللاعب لعب فقط
لقاءات قليلة وقدر يتصدى لبعض الكرات وليه مستقبل كبير وباين من شخصيته. حارس المرمى بيكون موهبة وشخصية وقرار مهم جدا، امتى يطلع امتى يكون موجود، خروجه في بعض الكرات، بص هنا في بعض الكرات، بص هنا جرأته وخروجه، وبدأ ياخد ثقة من لقاء للتاني. لو رحنا بقى نتكلم في بعض الأرقام، رحنا نتكلم كده على مديرين الفنيين، عندك مع البنك الأهلي في كابتن طارق مصطفى. كابتن طارق مصطفى اللي يمكن الناس شافت كده مع البنك الأهلي شكل الفريق بيتغير، والبنك الأهلي لو جينا نتكلم ان شكل الفريق بيتغير فبيتغير في الشكل بتاع اللعب، يعني في الأهداف مثلا. البنك الأهلي مسجل أهداف كثيرة جدا خلال الموسم الحالي، 41 هدف خلال 23 لقاء، واستقبل أهداف أيضا كثيرة 32 هدف في لقاءات كابتن تامر. لو رحنا لكابتن مجدي عبد العاطي، كابتن مجدي جاي بطموح كبير جدا، جاي مع الفريق من الدوري القسم الثاني، طلع معاهم للدوري الممتاز دوري نايل، ماشي بشكل جيد، 36 هدف خلال 26 مباراة، واستقبل فقط 24 هدف، وبيقدر يسيطر في لقاءات كبيرة جدا جدا، ماتش الزمالك سيطر وسجل وقدر يسجل، والزمالك اتعادل ويسجل هدف التاني، فماشي بشكل جيد جدا. فريق البنك الأهلي بيحتل المرتبة رقم 17 كتسجيل أهداف عن طريق ركلات الجزاء برصيد 4 أهداف. لو رحنا لفريق زد اف سي، طبعا اف سي برضو لركلات جزاء، ولكن البنك الاهلي يعني بيسجل ركلات جزاء بشكل جيد، وده بيدينا مؤشر ان هما بيقدروا يبعدوا او بيقدروا يسجلوا في ركلات الجزاء. زد يمكن اعلى شويه في المرتبه الاولى كتسجيل من ركلات الجزاء بتسع اهداف. ركلات جزاء بتتسجل بشكل جيد جدا، ماشيين بشكل قوي. لقاء بين الفرقتين مهم جدا، لقاء بين الفريقين ماشيين كل فريق فيهم ليه ارقام ممكن تكون بعيده، ولكن خارج عن الارقام خارج عن التوقعات، في صراع قوي من على الخطوط، كابتن طارق وكابتن مجدي كل واحد فيهم عايز يخطف فوز مهم في لقاء اليوم، فوز يكون مؤثر بشكل كبير. خلونا نقول لحضراتكم اللي احنا هنطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل هيكون معاكم في الاستوديو زميلي العزيز محمد غانم للكلام بقى عن اللقاء فنيا، انتظرونا بعد الفاصل.